تتصدر أزمة السكن في البصرة قائمة التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة والتي عجزت عن تفكيك هذه الأزمة طوال الفترات الماضية بسبب تعثر التخصيصات المالية، الأمر الذي جعل البصرة تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة بغداد بعدد البيوتات العشوائية، ما اضطر الحكومة المحلية إلى المطالبة بتحويل كافة المشاريع السكنية بعهدتها لتتكفل بإنجازها. فيما يخص أزمة السكن، رسميا عندنا الإحصائيات، عندنا بالبصرة 220 ألف وحدة سكنية العجز داخل محافظة البصرة، زائد 100 ألف وحدة عشوائية داخل المحافظة. عندنا مجمعات سكنية، مجمعات السكنية المتوقفة توقفت يعني من 2014 حسب قرار مجلس الوزراء 347، انه طلبنا هسه احنا من وزارة الإسكان والإعمار تحويل عائديتها إن حتى نكملها من موازنتنا كمحافظة، لحد هسه ما أجانا الرد. هذا الطلب تقريبا من 2019. البصريون بعد إن عجزوا عن المطالبات والمناشدات ارتضوا بأبسط الحلول، كون المناطق التي يعيشون فيها لا تزال خارج نطاق الخدمات وهي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، أما الحلول فتبدو بعيدة المنال. هسه المجاري كلها مسدودة وما اقدر، البلوعه يعني تكرم مطفحه، ولا اقدر اشتغل بالبيت ولا عندي اسوي البيت اكمله. هسه لو تمن يملكونا هم يخالف واحد يقدر يشتغل بيهن يقدر يسوي بيهن، يعني هسه احنا محتارين كل شيء ما عندنا، يعني لا نقدر نكمل ولا ذاكر يكملونهن ومخلوننا محتارين. هواي معاناه بالنسبه للسكن والطريقه. زين بالنسبه للسكن احنا على اساس الخالدون لحد الان ما مكملنا شاريعها. زين يعني من هذه الحكومة لحد هذه الحكومة توقفت المشاريع 18 سنة، لاكو تغييرات لاكو شيء، شوفنا قاعدين تجاوز الحكومة لا وراها قطع أراضي لا مجمعات سكنية، كل شيء ماكو تشوف لا من تبليط لا من شيء، حالتنا تعبانة. طيب بالشتاء شوف طين ومطر وكذا، وهدا شوف حالتنا تتكرم هاي النفايات تتباوح بعينك تهدا شوف. ويبدو أن الحلول الحكومية مرهونة بما يتوفر من أموال لإدامة المشاريع المتوقفة والتفكير بمشاريع مستقبلية قد تسهم بالحد من أزمة السكن التي باتت معضلة يصعب حلها. الدار وطن، والوطن إذا لم يكن بأيدي أمينة فضاع الدار ومن فيه. لقناة وان نيوز الفضائية ثير العبادي، مدينة البصرة.